الجديدة. لفت نظري الحقيقة أن أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، اتحاد كرة القدم، كان بيتكلم عن أن إحنا تم قيد جيرالدو يوم أجازة رسمية. والحقيقة أنا يعني أنا تعبت من كتر الكلام ده. أنا يوم الجمعة لما طلعت هنا كانت أول حلقة ليا وطلعت مع حضراتكم، قلت لكم كان موضوع عبد الله السعيد وعمرو مرعي وكيف تم قيدهم في نادي بيراميدز. قلت الكلام ده من يوم الجمعة، قلت أنتوا هتطلعوا الأيام اللي جاية كأعضاء لاتحاد كرة القدم تقولوا إيه؟ تقولوا آه ما إحنا هنأيد لعيبة الأهلي أهو يوم الأجازة. الكلام ده أنا قايله من يوم الجمعة. أنا بس هو سؤالي الوحيد ودايما اللي هفضل أكرره وهفضل أقوله، هو الجمعة أجازة ولا مش أجازة؟ أو الجمعة كان أجازة ولا ما كانش أجازة؟ هل في حاجة اتغيرت الجمعة الصبح ولا ما فيش؟ أنا دي مجرد أسئلة الحقيقة إحنا بنسألها، ما بنعملش أي حاجة تانية. وبالمناسبة النادي الأهلي مش بتاع ساعات. النادي الأهلي مش بتاع ساعات وما بيحبش الفيديوهات. النادي الأهلي مش بتاع ساعات وما بيحبش الفيديوهات. في ناس كتيرة بتحب فيديوهات معينة كده وبتحب تتفرج عليها. فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم انتوا بتتكلموا على نادي الأهلي. محدش هيسكت على حاجة خلاص. صدقوني خلال الفترة القادمة محدش هيسكت على حاجة خالص. اللي هيقول كلمة احنا هنقول 10. اللي هيقول كلمة هنقول 10. فخدوا بالكم ان احنا يعني كلام اللي بيتقال والكلام اللي بيتنطور هنا والكلام اللي بيتقال هنا والكلام اللي مش عارف ايه والكلام اللي حضراتكم وعارفين انا اقصد مين بالظبط، الكلام ده كله كلام في الهوى، كلام في شنك. كلام في الهوى وكلام في شنك، لان كل واحد ليه اغراض شخصيه داخل النادي الاهلي، ولكن المجموعه اللي بتشتغل هنا سواء في القناه او في اي اداره من ادارات النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي، كلها مجموعه غرضها الاول والرئيسي هو خدمه مصلحه اسم النادي الاهلي وخدمه جمهور النادي الاهلي. مش غرضها يعني المجموعه دي ما بتقعدش تقعد تتفرج على فيديوهات مثلا، لا خالص. ما حدش فيهم بيحب الفيديوهات. ما حدش فيهم بيحب الفيديوهات. فالناس بتشتغل وبتجتهد ومش عايزين حد يرد. وخدوا بال حضراتكم احنا بنرد بمنتهى الادب وبمنتهى الرقي، او بنحاول نكون بمنتهى الادب وبمنتهى الرقي. فمن فضل حضراتكم الفتره القادمه عايزينكم كجمهور ما تعملوش حاجه خالص غير ان انتوا تقفوا قدام او خلف فريق النادي الاهلي، خصوصا بعد ما مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات وكل اللجان وكل الادارات اللي موجوده في النادي الاهلي اشتغلت وبجديه من الصبح، من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل. كل الناس دي بتشتغل عشان خاطر حضراتكم وعشان خاطر حضراتكم تشوفوا الصفقات دي. وزي ما قلت لكم بنحط ايدينا في جيوبنا كده وبنطلع الشيكات نمضي عليها ونبعتها للفرق اللي احنا بنبعت الفلوس للفرق اللي احنا عايزين ناخد منها لعيبه ونقول لهم اتفضلوا فلوسكم اهي هاتوا لنا اللعيب. فعايزين حضراتكم كجمهور تركزوا خلال الفتره اللي جايه فقط في تدعيم النادي الاهلي من خلالكم، لان كلنا او كل الناس اللي موجوده تعمل لصالح شيء واحد فقط هو خدمه جمهور النادي الأهلي.